فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول سجلت في حافز وصرفوا لي راتبا شهريا، وبعدها قالوا لي إني غير مؤهل لأنني طالب في الجامعة فلا أستحق ذلك. سؤاله: هل ما أخذته في الشهر الأول هل يحل لي أم يجب علي أن أرجعه؟ ترده عليهم، ترده على الذين صرفوه لك وأنت لا تستحقه. نعم.